A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Surah An-Nisa ayat 122 Surah An-Nisa ayat 122 A'udzu billahi minasy "والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا" لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا terjemahan. Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah? Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengejarkan kejahatan, nyescaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa mengejarkan amal kebajikan, baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman. Maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. الله صدق الله نظيم. العظيم الله العظيم بلغ رسولنا بالوفي الكريم ونحن على من قال سيدنا مولانا من الذاكرين ومن الشاهدين اللهم ارحمنا اللهم ارفعنا اللهم استنا اللهم اجبرنا اللهم اغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك عندنا من عمائنا الحمد لله الحمد لله الذي اذا حب عبدا اجزل له فضله فجعل حب الخير واهله مقصده وشغله والصلاه والسلام على باب الحق بالحق وملحق من لحق بمن سبق صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الهداة القادة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا راحما عبادة اللهم يا الله يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأذهب حزن قلوبنا في الدنيا والآخرة وأجر يا رب لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا مع المزجة من الصالح أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وانتوان بوان بوان, بوان, بوان شكرا حضر الله سبحانه وتعالى كرنا كتاب رأدي دالام مجلس يندي بركاتي ولى الله سبحانه وتعالى الحمد لله سيقال ابو جي الله كرنا كتاب مسي هيدو دنيا يندي بو رحمه الله سبحانه وتعالى شكو جوكا الله سبحانه وتعالى كرنا كتاب مسي برآدى بولان ربيع الاول يا منادي دالام من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مدا مدا ان شاء الله كتاب سنتياس ابراس رسول الله دنيا دنيا دن آكرة دن سموغ الله سبحانه وتعالى دكا كان ديري كيتك الله دنك بدا نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهر دن باطن حسا دن معنى دنيا دن آكرة آمين اللهم آمين آه الحمد لله توان توان بوان بوان تمسكالي سيمومه ما أفدري بدا توان توان بوان, بوان بوان سبنانيا سيتألية أهلي دودو دياتات انى آه دن تألية أهلي أنتو جدي كتاب حبيب علي سماء الله سبحانه وتعالى إلى مكان اليوم إن شاء الله سمو الله سبحانه وتعالى أمريكا اليوم ايام مكبول إن شاء الله تعالى تنمو إن شاء الله كتابه سماه برددي دلام دعاء باليوم إن شاء الله تعالى آمين اللهم آمين سبنية نجر تونتون بونبوني سبنانية كتابه سماء بلا جذب نجر ساتل ديك ديري كتاب بدأ الله سبحانه وتعالى بمثابه النبي صلى الله عليه وسلم دَلَام حديث صحيح روايه الامام مسلم خيركم من تعلم القران وعلمه خيركم سباي بكم siapa dia ya Rasulullah yang ada banyak harta ke ataupun namanya tinggi ataupun hebat خيركم من تعلم القران وعلمه سباي يا يلسا اورين بلجر القران دان مججلnya kita sama-sama di dalam majlis إِلْمُ العلمي يندي ملائها الله سبحانه وتعالى كلام الله دن كلام نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دنا الحمد لله بدأ من جسده دين جروكيت يوجا حبيب نجم الدين آه كتاب سده بلا جدر دمناجر آه تنتان أورانيا آه ينجاود بدأ الله سبحانه وتعالى ينستياس يعني أكو إبليس لعنة الله Sebenarnya tuan-tuan puan-puan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya semua makhluk-makhluknya subhanahu wa taala dua bahagian. Dan jalan mereka semua ialah dua jalan sahaja. Selainnya tidak ada. Dunia dan akhirah. Yang pertama jalan iblis wal iyad billah. Ini yang kita sudah tahu minggu-minggu sudah. Yang kedua jalan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah itu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi, وصحبه وسلم الله برفرمان دي دلام القرآن آيات آه ساتو دو دو دري بدا سورة سورة النساء تنتان مريكا يان سنتياسة دي بوا شريعة نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دن الله سبحانه وتعالى مقامر كان كأدام مريكا بقي دنيا دان دنيا دان آكرة ستلا كيتا سودة تاو كأدام أهلي إبليس أتبوا منهجيان سسات بدأ منكو سدى هاري إني إن شاء الله كتا آكا انتاو آكي باد يان بر ادد بو شريعه نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله بر فرمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات ها إلى كنبلة يانبرتامى آمنوا وعملوا الصالحات أوران بر إيمان دن أوران بر إيمان دن بر أمل برعمل صالح. توأم توأم إيمان دن عمل صالح. شرط إيمان يلا عمل صالح. شرط عمل صالح يلا إيمان. بدأ الله سبحانه وتعالى. كلو سأرم لك وكان بني بركريان بايك. تابيدي بريمانك بدأ الله سبحانه وتعالى. تيده تري ما الله سبحانه وتعالى. كلو سأرم بري بدأ الله سبحانه وتعالى. تابيدي تأبو أبا أبا داري بركريان ين بايك. تدا ديتري ما الله سبحانه وتعالى كان أئته براء ولا ما بركاته إيمان تقبله بس داري بدأ عمل صالح دن عمل صالح جوجا تقبله بس داري بدأ إيمان إيمان دن عمل صالح متلازمان سما سما إيمان دن عمل صالح دن الله سبحانه وتعالى ااا أبنما كرر هذه الآية اتقول كرر هذه الكلمتين الإيمان والعمل الصالح الله مولعين إيمان دن عمل صالح دي دلام القرآن سبنيا لمبلو كالي لمبلو كالي الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات سبنيا لمبلو كالي دي دلام دي دلام القرآن دلام سورة البقرة تيجا تيجا كالي دلام سورة العمران يوجا سكالي دلام سورة النساء يعني كي أه بلاجر تيجا كالي دلام سورة المائدة دو كالي دلام سورة الأعراف سكالي دلام سورة هود ساتو كالي دلام سورة الرأس كالي بني تابي لما مبلوكالي دا سوره العصر والعصر ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دَلَمْ سوره الكهف ستياب هاري جمعه كيتو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ايمان دا عمل صالح اباك ايمان ايتو توان والذين امنوا وعملوا الصالحات معنى orang yaitu hati mereka jujur serta anggota tubuh mereka mengamalkan dengan apa yang baik. Maknanya hati mereka jujur. Benar. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rida dengan apa yang datang daripada hadrah Allah Subhanahu wa taala itu orang yang mukmin. Dan iman manusia tuan-tuan puan-puan berbeza bukan sama. Ataupun iman itu terbahagi kepada berapa bahagian? Iman manusia أتون إيمان كبدا الله سبحانه وتعالى إيمان أيتو ترباعي كبدا تiga بعجان. بعجان برتام إيمان يان سنتياس ناي سنتياس ناي تا تا ترون سنتياس ناي سهجا. يا أيتو إيمان برا أنبياء الرسل. مريكا دي جاقأولها الله سبحانه وتعالى محفوظون معصومون برا أنبياء الرسل الله سبحانه وتعالى دي جاقأوليه الله سبحانه وتعالى إيمان مريكا سنتياسه naik sahaja sentiasa naik sebab iblis tak boleh tak boleh mengambil kebada kebada mereka kalau iblis lari daripada bayang sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu radha apalagi para anbiya dan dan rasul Allah alaihimussalat wassalam ini yang pertama yang kedua iman yang tak naik tak turun iman tak naik tak turun itu iman malaikat Allah Subhanahu wa taala iman bara bara malaikat tak naik tak turun ketiga iman yang sentiasa naik dan sentiasa sentiasa turun iaitu iman semua manusia selain para anbiya dan dan rasul kita kadang-kadang kita ada semangat untuk menjalankan uh, untuk melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membaca al-Quran buat kadang-kadang ada semangat subhanallah maknanya dalam keadaan itu iman kita

والذين آمنوا وعملوا الصالحات أريم بر إيمان دن دن عمل صالح إيمان سهجة تأجكب عمل صالح جوجا رمي أوران يمكن إسلام رمي أوران إسلام أبو نما عمل أمريكا يان باي بنيع سانع تابي إيمان كبدا الله سبحانه وتعالى تدا دي تريما الله سبحانه سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها من تحتها الانهار أُرَيْنَا بر ايمان عمل صالح اه كمي كلا كم مسوك كم ريكو يم اه تجري من تحتها الانهار انهار ايتو جمع مفردها مفردنيا نهر نهر بنى أنهار نهر نهر جمع أنهار سمعي سمعي جمع تجري من تحتها من تحتها الأنهار معنى ندى بو شرقة الله سبحانه وتعالى بنيه برابا برا سمعي سمعي إتو ينبر أدى دي الدلام دي الدلام شرقة إتو ساتو بركاره تفسير القرآن بالقرآن كتاب كن توه برابا بنيه سمعي سمعي شرقة الله سبحانه وتعالى ملوي القرآن سبب أورين نا تفسير القرآن نعم بالعلم تفسير إيتو تفسير القرآن دين القرآن سبب كذا كذا ساتو بركاتان دي دلالة القرآن ين يعني أموم يعني أموم كتاب تو أباك معنني اهدنا إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أورين دين عمتي أله الله سبحانه وتعالى سبب أمريكا سبب أمريكا سجارة أموم الله منبوكانية سجارة أموم تابي الله مجلس كنيه دي دلامة سورة سورة النساء آية نامبلوس ميلان ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آه ورأين دي نعمتي ولي الله سبحانه وتعالى يلا برا أنبياء برا شهداء برا صديقين برا برا صالحين بقي منا كي تتعون القرآن الله من يبكني دي دلام سورة الفاتحة سجارة أموم أتون سجارة رنكاس تابي الله تفسير كنيا دي دلام سورة سورة النساء يقودي دلالة سورائي تجري من تحتها الانهار بنيأ ثنائي اباك ثني ثنيتم سنغي ها أه تفسير اليادي دلالام اللهم صل على محمد أه الله برمان مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى سنغي سنغي الله Subhanahu wa taala di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu melalui ayat yang yang berada di dalam surah surah Al-Isra. Uh, Perumpamaan syurga yang telah dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti berikut di dalamnya terdapat perapa sungai daripada air. Ini yang pertama. Daripada air yang tidak berubah rasa dan baunya. Ini yang pertama. Yang kedua dan perapa sungai daripada susu. Ini yang kedua Susu yang tidak berubah rasanya Kemudian ketiga Perapa uh, sungai daripada Arak yang lazat bagi orang yang, yang minumnya Keempat Wa anharun min asalin musafak Dan juga Perapa uh, sungai daripada madu yang suci bersih Subhanallah Tajri min tahtihal anhar Para mufassirin Berkata Sungai-sungai uh, itu ikut perintah tuannya yang berada di dalam syurga Allah. Kalau dia nak sungai, air dia terus, surutnya dia akan jalan air. Kalau dia nak madu, ah macam remote tuan-tuan pun. Kalau nak seorang nak tutup ikan ini, terus tak ber, perlu bagi ke sana atau dengan remote terus boleh tutup dan boleh boleh buka. Juga sungai-sungai syurga Allah Subhanahu wa taala ikut arahan orang yang berada di dalamnya, di dalam syurga Allah. Kalau dia nak air, بحكام دلام ساتو هدس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تابلو سبوت دلام هاتين ساجه دلام هاتين يا ساجه كالودي ابانا ماينا مادوك دلام هاتي بلو سبوت تروس جدي ايا دلام هاتين يا مادو سبحان الله جدي جدي مادو دلام هاتين يا سوسو جدي سوسو Dalam hatinya nak kamar. ah, ha, Tapi kamar bukan macam kamar duniawi ini. Uh, wa anharum min khamrin. Allah berfirman. Lathatil lisharibin. ah, ha, sedap. Tak boleh. Tak boleh buat macam-macam. Macam di dunia ini. Ini sungai-sungai syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Empat sungai-sungai tersebut. Untuk siapa? Orang yang beriman dan amal salih. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم الله برفرمان كم يم كم ركك شرقة كمي سندخلهم جنات كمي يم كم ريكك شرقة, شرقة جنات إتو جمع جمع مفرد جنا جنة شرقة ساتو تبي جمع جنات بني شرقة بوكان ساتو بوكان ساتو معنى إياه كتاب من ساتو uh, فائدة دريبدة بركاتا إني سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. معنى إياه الله سبحانه وتعالى بكن ساتو بركات بكن ساتو تنبس هاجر سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. معنى إياه أريان بريمان دنع مال صالح بكن سما سما بكن سما سما بيز أدي بيز دي أن... ساتو سما معنى أبو بوكان ساتو بات أنتم أمريكا سبب شقاء الله سبحانه وتعالى بنيا شورقة برتامة شوقي قدوة كتيقة أمبات توجو الله سبحانه سبحانه وتعالى معنا أريين بالإيمان عمل صالح إن شاء الله تعالى يكين دي أكم الله سبحانه وتعالى الله كان إيمان إيمان أدي لا إله إلا الله محمد رسول الله دي أكما شرق الله سبحانه سبحانه وتعالى تابي شرق الله دي كمان ها تجوان كده توان توان بوان بوان بكنا شرق الله سبحانه وتعالى شرق إن شاء الله كده سما أكما إن شاء الله دين إذن الله سبحانه وتعالى تابي كده نا برسام النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم برأى ذلك كما نكى برسام بعند محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنبأ رسول صلى الله عليه وسلم تنبيان يان تنجيز كالي Kita nak bersama Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah SAW alaihi sallam berada kita nak bersamanya. Allahumma inna nas'aluka al-jannah ma'an Nabi sallallahu alaihi Jangan lupa ini. Bukan saja berapa orang memohon syurga Allah. Ya Allah kita memohon syurga dari badamu. Tengok Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Jannat. Bukan satu syurga. Bukan satu sahaja. Bukan satu tempat. Bukan satu beringkat. Bukan satu darajat. Jannat. Syurga-syurga. Maknanya orang yang beriman, uh, orang yang imannya tinggi, ada orang yang lagi tinggi, ada orang yang lagi tinggi. Para anbiya ataupun para salihin bukan macam para anbiya. Orang biasa bukan macam para awliya, macam orang waliullah subhanahu wa ta'ala. Maknanya ada, ada beza tuan-tuan, puan-puan. Jannat. Bagaimana kita tahu sebab Allah menyebutkan di dalam Al-Quran? Sanudkhiluhum jannat. Kami akan masukkan mereka ke syurga-syurga. Mana syurga, syurga? Nak masuk sini masuk. Tak, 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 Maknanya uh, apa nama? Syurga kamu ikut iman kamu. Jika imanmu tinggi, ambillah syurga yang tinggi. Tak tinggi maknanya bawah. Tapi kita tujuan kita nak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nasalukal al-jannah مع النبي صلى الله عليه وسلم برسام النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبرتي منا سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه كاتدي دلام كلامنا يا مشهور شرقة أكو إياله كم وها يا رسول الله شرقة أكو دي دنيا دن دي آكرة إياله كم يا رسول الله نأ برسامامو دي منا كم برأدا نأ يا يا رسول الله إني له أبو نما شرقة أوران ينبر إيمانك بدأ الله سبحانه وتعالى إيا له نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبب دينان سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم دينان أدب نبي محمد صلى الله عليه وسلم دينان أخلاق نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إيمان كيت إن شاء الله ما كناي والذين آمنوا وعملوا الصالحات صالحات جوجا توان جمع جمع صالح ساتو صالح عمل صالح عمليا يعني baik. Tapi salihat banyak. Maknanya perlu melakukan banyak perkara yang, baik. Jika kamu nak syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Wa amilu salihat. Maknanya jangan berhenti ataupun jangan uh, cukup dengan satu amalan yang baik. Wa amilu salihat. Maknanya carilah banyak amalan yang yang baik. Kadang-kadang seorang dia kata, okay, saya sudah jaga salah lima waktu cukup. سيدنا صلاح لما وقتهم شكو بتابلو ابو ابوين العين وعملوا الصالحات شري لا املا يان يعني. يعني بايك سبيد بشرق الله سبحانه وتعالى يان يعني. تنجيب رساله برا انبياء درسل الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم والذين امنوا وعملوا الصالحات بني املا صالح بوكان ساتو سهاجر سندخلهم ابكاكي أمريكا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار الله برفرمان سندخلهم إني أدى تفسير دي دلام بركات أنيني سندخلهم الله يمسو كمريكا دلام شرقا إتو تفسير الله سندريان بوا مريكا تفسير تفسيريا سندخلهم معنى يمريكا أكمسو شرقا ستلا دابا أران أراندري بدا الله سبحانه وتعالى ستلا الله برفرمانك كبدا أمريكا سبرتي من الله مقمبر كان حديث إني دي دلام دلام القرآن أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام آمنين ست مريكا مريكة كلام الله أَرَاهُنَّ الله سبحانه وتعالى أدخلوها ما سؤله شرقة الله بسلام آمنين دنان أمان مريكا أكن مريكة أكن ما سؤ إتو ساتو تفسير سندخلهم جنات معنانيا كميا مسوء كم ريك كدلا كدلا شرقة كمي بدها هري بدها الله بالفرمان تفسير يعني مريكا أكن ما سوء الله سبحانه وتعالى ست لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما سوء مريكا تنجو إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إتو إيه ساتو تفسير ساتو تفسير يجو مريكا تأكن ما سوء الله سبحانه وتعالى ملاين كان ست دب إذن دري بدأ من يجاني يا ايتو ملائكة يا رضوان رضوان يا الله سبحانه وتعالى رضوان ملائكة الله سلساته ملائكة الله تكاسين يلا لا جاكر شرقة الله سبحانه وتعالى ملائكة كماسة كشرقة ستلا دبات ازين دريبدة دريبدة ملائكة شرقة يا ايتو رضوان بني تفسير سندخلهم جنات تجري من تحتها jannatin tajri min tahtihal anhar kita sudah tahu uh, berapa banyak sungai-sungai syurga tapi ada tafsir yang lain itu para mufassir kata sungai-sungai syurga ialah empat seperti mana Allah berfirman dalam dalam uh, ayat yang kita baca tadi والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سوري مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير اسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة لذة للشاربين وانهار من عسل من عسل مصفى معنى دي سوري دي دلام شرق الله سبحانه وتعالى ينبر اما ايه ينكدو سوسو كتيجر آه. اراك كمر كمبات مادو itu uh, apa nama sungai-sungai syurga. Uh, ada satu tafsir dalam tafsir Ibn Kathir, uh, radhiyallahu anhu arda, dia mengatakan uh, sungai itu ikut arahan tuannya yang berada di dalam di dalam syurga. Satu tafsir yang lain tak empat sungai sekali dia mengalir. Satu susu satu madu satu semua sekali. Nah ini nah ini nah ini semua berada di

سنديري تيدادة مدو تيدادة سوسو تيدادة أراك أير سهاجة تابي آه شرقة الله سبحانه وتعالى لجي لجي هباء تو الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين مدام مدام إن شاء الله كي تسمع كان دب شرق الله برسام نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بايك والذين آمنوا وعملوا الصالحات شرط إيمان ياله له عمل صالح شرط عمل صالح إيا له إيمان كبدا الله سبحانه سبحانه وتعالى دن إيمان إيتو أتمن شرق الله سبحانه وتعالى بكن ساتو Bukan satu peringkat Akan tetapi banyak Tengok Jannat Bukan jannah Allah tak uh, Sebut syurga Jannah Tapi jannat Jam' banyak Maknanya Tengok fikirlah Nak syurga mana Nak yang tinggi Nak yang lagi tinggi Nak yang bawah sekali Nak bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berada di dalam Di dalam al-firdaus Di dalam al-firdaus al-a'la Jannatin tajri min tahti al-anhar Kalau nak curga yang tinggi buatlah amal yang salih kalau nak yang lagi tinggi berbanyakkanlah amal salih wa amilu salihat banyak perkara-perkara yang yang baik salihat itu jama' nak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambah lagi ah ha, bukan dia orang yang jaga salat sahaja atau dia bangun salat subuh setelah dia dengar azan macam orang yang bangun jam 4 sebelum subuh dengan satu jam. Tak sama tuan-tuan puan-puan, tak sama. Di dunia tak sama pada hari akhirat juga tak. Tak sama ganjaran mereka di dunia ini lain dan pada hari akhirat juga lagi lagi beza. Bukan sama seorang yang sentiasa hadir majlis ilmu. Berarti tuan-tuan puan-puan masya-Allah itu Sayyidina al Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu arzah. telah berkata, "Man dakhala jannata Allah fi dunya dakhalaha fi al akhirah." Orang siapa yang masuk ke syurga Allah di dunia dia akan masuk ke syurga Allah pada hari akhirah. Ah, ada berapa anak muridnya bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Apakah syurga Allah di dunia ini?" Wahai oh, ya Imam, dia kata syurga Allah di dunia majlis ilmu. Majlis ilmu syurga Allah di dunia. Orang siapa yang masuk ke syurga Allah di dunia dia akan masuk ke syurga Allah pada hari pada hari akhirah. Baik, tapi kalau seorang seminggu sekali majlis ilmu. Baik, InsyaAllah. InsyaAllah seperti mana kita sudah dengar tuan-tuan, puan-puan. Syurga Allah kita semua akan masuknya insyaAllah ta'ala. Ini kampung kita. Allah menciptakan kita daripada tanah syurga. Ah Kita akan masuk. Tapi nak abad daripada syurga bawah tidak ada Rasulullah SAW. Syurga di dua, tiga, empat. Kalau Rasulullah SAW tidak ada. Syurga kita ialah Nabi Muhammad SAW. Nak hari-hari duduk dengan Rasulullah SAW.

Lagi tinggi syurga Allah subhanahu wa ta'ala Syurga dia pada hari akhirah juga Lagi, lagi tinggi Wa amilus salihat Sanudkhiluhum jannatin Tajri min tahtihal anhar Tajri min tahtihal anhar Berapa lama? 20 tahun ke? 60 tahun ke? 1000 tahun Kita hidup di dunia ini sekejap sahaja Kita pun semakin jauh daripada dunia Makin dekat akhirah سندخلهم جنات كما سأكم ريكا ك شرقة رابلما خالدين فيها تينو فيها دي دلمية أبدا أبدا سلام الله خالدين فيها تينو الله بون كان كلامي نِي خالدين فيها دي دلام دي دلام شرقة معنى كلو سُدَه ما سُدَه كل كلوار جَنَّ الرِّسَاء ها الله سبحانه وتعالى ين Ya Muhammad Tapi kalau orang masuk neraka dia akan keluar insyaallah. Kalau orang yang eh uh, melakukan uh, berapa maksiat dia masuk Allah mensucikan dia sekejap kemudian dia akan keluar. Tapi kalau sudah masuk syurga tak akan keluar. Sebab Allah nyu bukan di dalam Al-Quran khalidina fiha fiha khalidina fiha berada di dalamnya hidup di dalamnya berapa lama? Selama-lamanya khalidina fiha abada. Masya-Allah tuan-tuan puan-puan. Khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Tuan-tuan puan-puan, tengok kita rasa seronok kalau seorang berada di tembayan gitu mewah, masya-Allah cantik dan sebagainya. Ada air, air turjun, ada sungai, ada tempat mainan, ada makanan macam-macam. Apa nama ikan bakar dan macam-macam ada. Ha? Kalau ada dia tak nak rasa seronok. Tak nak keluar. Tak nak keluar daripada tempat itu. Di dunia ini, kalau masuk ke satu tempat yang begitu hipat yakinlah akan keluar. Sekarang duduklah dua jam, tiga jam, empat jam. Duduklah satu hari, dua hari. Duduklah berapa lama. Tapi mesti akan keluar dari badannya. Cantik ke ataupun tak

نراك تابيك لو سده ماسو دي تاكا كلور تابيك لو دي سي الله اعلم هارابان دي اللهم صل على محمد الله اعلم دي اكن ماسو اتونت اتونتا ماسو تابيك لو سده ماسو شرق الله سبحانه وتعالى تأكان تا كلور دريبا دريبا دنيا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا بوكان انيسا هاج أم بالله ساتم الجنجين بدأ الله وعد الله حقا وعد الله حقا سبحان الله وعد الله وعد الله حقا أه سبقا جنجي الله سبحانه وتعالى يان يعني النار أم بالله ساتم الجنجين بدأ الله سبحانه سبحانه وتعالى جكوب كلو الله من دي القرآن والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا هابيس شكوب كلام الله بالنار، كلام الله بالدل كلام الله أكن جدي تابي أم بالله بجنجة أتاسنا نا لقي سبب أدا أوران كلو كتاو سنا برجي ك مجلس توم. بالدل دمي الله بلا كلا سيد يسده Kalau dia sudah kata demi Allah, oh tak boleh tanya lagi. Nak apa lagi? Ambillah perjanjian. Allah juga khalidina fi abadah. Cukup ya Allah. Cukup. Tak ada. Ambillah satu janjian dari badaku. Wa'dallahi haqqa wa man asdaqu min Allah wa man asdaqu min Allah qila. Allah Subhanahu wa taala sebagai janji Allah yang benar. Nak apa lagi? Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada بدا الله سبحانه وتعالى بدأ ساتو هاري بدأ أوران بدوي عرب بدوي دي مكة دي يد بدأ دي مسجد وقت صلاة isya صلاة إشا دي تروس إكو imam imam baca اللهم صل على محمد أه. سورة سورة الداريات. سورة الذريات آية أه. دوبلو دوبلو آية دوبلو ورزقكم ركعة برتما. dia dengar warizqukum fisamaa wa ma tuadun Allah berfirman dan di langit terdapat rezeki kamu dan apa yang telah ditakdirkan kepada kepada kamu habis warizqukum fisamaa wa ma tuadun Allah berfirman rezeki kamu di di langit cukup betul benar kalam Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala mengtaakkikannya dengan satu Janjian فورب السماء الله فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والارض مك دمي قومي الله بكتب رزقي percaya, kita كتاب kepada kalam الله سبحانه وتعالى Tapi Allah juga bagi kita satu satu ah satu berjanjian dengan bersumpah dengan namanya. Fa wa samai wal ard maka demi tuan langit dan bumi sesungguhnya janjian ini benar. Bila orang badui itu dengar fa wa samai wal ard dia kata cukup kalau Allah sudah kata rezeki kamu di langit habis. Kemudian dia marah dia kata man hadzal ladzi yata'alla 'ala Allah من هذا الذي يتألى على الله؟ سيقا إيني يعني أتاس الله سبحانه وتعالى يم من تأ أبو كان الله سبحانه وتعالى برسومه أتاس جانجيني من هذا الذي يتألى على الله سبحانه وتعالى سيقا إيني يعني أن أتاس الله سبحانه وتعالى ها آه. قالوا الله سبوت والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أورين برئما إيمان دن عمل صالح kami akan masukkan mereka ke syurga. Habis, cukup. Tapi Allah juga mentakikannya dengan satu janji yang lagi. Fawarab Allahumma Muhammad khalidina fi wa'dallahi Allah, Wa'dallah, wa'dallahi haqqan itu bagi orang yang yang uh, iman mereka tak berapa kuat. Iman mereka tak berapa kuat. Tapi orang yang beriman dengan iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, دينونك يكينك بعد الله سبحانه وتعالى جكوب بلدي دينان آمنوا وعملو الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهر كلام الله بالنار تابي أمي الله ين يعني, تبرشأة أتمن تأ يكين وعد الله وعد الله حقا جندي الله بالنار دن ومن أصدق من الله قيل سأبك ينلبه بالنار بركات أنيا دري بدأ دري بدأ الله سبحانه وتعالى تدأده باعك توان توان بوان بوان إنيله ورا ينبر عمل دن عمل صالح عقبا مريكا أكن دب شرقة الله سبحانه سبحانه وتعالى ينبر أدد بوانية برافو برابسونعيس بجاي ساتو هدية داري بدأ الله سبحانه سبحانه وتعالى كموديان جنجرن إيتو شرقة الله سبحانه وتعالى كيت سومانة كيت سومانة ما شرقة الله سبحانه وتعالى تابي الله أم ينقك كيت إنها أية يا سلفانية ليس بأمانيكم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا, ولا نصيرا آية ساتو دو تيجا آه. ها سم أوران مسؤولة الله سبحانه وتعالى أوكي أذا أوران دينار. أوكي الله سبحانه كتب الله كتب الله كتب الله كتب الله كتب الله كتب الله أبلبوا ليس بأمانيكم، ليس بأمانيكم، ولا أمانى أهل الكتاب، بله أتبون، بله ترسبط، أتبون شرجة الله سبحانه وتعالى ترسبوت إتو بوكان لا منور أنا مو، آه كита مؤمن، سده لا إردالام إيمان، أكن دبس شرجة الله سبحانه سبحانه وتعالى، سدى كينتا كبدا نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سدى ملية كان هاري النبي محمد صلى الله عليه وسلم tak boleh amanu wa amilu wa amilu salihat bahala itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala syurga itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala bukan bagi orang yang angan-angan sahaja oh nak nak semua orang kalau macam ni semua orang nak jadi masya Allah semua orang nak jadi uh, yang belajar dia nak dapat putusan yang tinggi nak jadi doktor tapi nak jadi doktor bukan tidur dalam rumah kemudian bangun daripada tidur sudah dapat apa nama sigil di bawah bantal tak ada ha ikut angan-angan saja dia tidur oh saya nak jadi doktor tak 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 sesuai doktor nak jadi engineer ke tak ada tak nak jadi kena usaha lah. ha bukan nak dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala nak syurga Allah Subhanahu wa taala nak masuk syurga Allah nak masuk syurga Allah nak bersama Nabi Muhammad SAW. Saya nak bersama Nabi Muhammad SAW. Kita semua nak bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi kena usaha.

pada hari akhirat bukan nak dekat dengan Rasulullah nak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok bila azan subuh Allahu akbar Allahu akbar oh awalnya oh sedapnya tak bangun kemudian dia nak syurga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana boleh mana boleh ah ha? bagi Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan puan-puan itu bukanlah menurut angan-angan kita ataupun bila dengar waktu zuhur الله أكبر الله أكبر صلاة الظهر يا تينو ما دلم أوفيسنا أول نية ننتي إن شاء الله أول نية أول نية أفو أفو معنا أول نية وقت الظهر سده ماسو وقت الصلاة سده ماسو تروس نعي كم صلاة ديري كم صلاة ها كلونا شرقة الله برسام النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذا كذا سأوران يهدا بارو أذان بارو سهجة Kadang-kadang kawan kadang. dia ajar, jom salat, Baru azan. Nanti kita boleh. Waktu zuhur panjang dia jadi imam syafi'i. Sudah hebat. Waktu zuhur memang panjang sangat. Memang panjang betul tapi yakin tak yakin. Hidup sehingga ah, mendirikan salah. Tak yakin. Tak yakin. Maknanya kalau dengar, kadang-kadang dia kata baru masuk waktu salat, Baru masuk. Ini amani. Angan-angan saja. Ah, baru masuk waktu salat. Tapi kita tak tahu Israel sudah tunggu kita. Mungkin Israel sudah tunggu kita di atas meja kita yang kita buat kerja di atasnya. Ah, ha, kena terus. Pernah, uh, apa nama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada uh, malaikat maut. Ada kilaf di antara ulama. Apakah namanya? Ada ulama kata Israel. Ada ulama kata tidak ada siapa yang tahu namanya. Tapi malaikat maut, malaikat maut. Nabi saw pernah bertanya kepadanya, wahai Israel, kalau namanya Israel, Pernah tak kamu ketawa? Senyum. Selalu marah, garam, masam muka. Sebab kerja dia ha? kerja dia Masya Allah. Maut. Pernah tak? Dia kata satu satu kali wahai ya, Rasulullah. Satu kali saya saya ketawa, saya senyum. Bila dia kata Allah Subhanahu saya Allah Subhanahu wa taala suruh saya mengambil nyawa saya seorang. Bila saya pergi mengambil dia, matikan dia. Dia berada di kedai tukang kasut. Dia jumpa orang yang tukang kasut, nak jahit kasut. Dia berkata kepada tuan kedai, "Ah, tengok kasut ini sudah rosak. Sudah rosak. Saya nak kamu jahitnya tapi kuat yang boleh tahan 50 tahun." Ini angan-angannya. Ini nak hidup lama. Tapi kena jahit betul-betul, kuat. Saya nak dia tahan selama 50 tahun. Dia tak tahu saya sudah tunggu nak ambil dia. Sebelum dia pakai kasut. Bahkan sebelum, apa nama? apa nama tukang kasut itu, baiki balinya. Dia kata saya senyum. Bila dia berkata kepada orang itu, tuan kedai, jahit betul-betul, kuat. Saya nak dia tahan lama. Lima puluh tahun. Boleh tahan lima puluh tahun. Dia kata dia tak habis perkataan itu sehingga saya sudah mengambilnya. Ha? Laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Syurga Allah juga tak ikta datang kepada orang. Nak syurga, nak ini, nak ini. Tak, tak. Kena usaha. Bangun qiyamul leil, Jaga salah lima waktu. Jagalah lidah, tangan, kaki. Semua anggota-anggota yang Allah bagi kepada kepada kita tuan-tuan puan-puan ان شاء الله ننتي كتاب كان كتاب سدى اسر سدى اختيار سدى اسر سدى اختيار حبيس سم ايان لاين بدأ الله سبحانه سبحانه وتعالى عليك العمل الله بيرفرمك بعد نبي محمد صلى الله عليه وسلم و محمد كم اسر هاجر اوسالا بركان لاين اوسان كيتر بايك ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب ابقى السبب نزول ايانيت اني توان وانت وانت هذا سبب نزول الإمام العوفي رضي الله عنه وأرضاه رواية كان داري بدأ ابن عباس سبب نزول آية إني آيات ساتو دو ليس بأمانيكم ولا أماني أهل, ال... أهل الكتاب الإمام العوفي دلام تفسير ابن كثير رواية كان آه دربدا ابن عباس بابا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه تلى بركاته تنتن آية إيني فرب آه ملو أغامس آه سالين بردبات أوران يهودي أوران نصراني دان أوران Dan orang Islam. Uh, Pemeluk Torah berkata, Kitab kami adalah sebaik-baik Kitab, dan Nabi kami adalah sebaik-baik Nabi. Nabi Musa. Ini Nasara. Uh, Pemeluk Injil pun berkata, uh, Kitab kami adalah sebaik-baik Kitab, dan Nabi kami adalah sebaik-baik Nabi. Dan tak akan masuk syurga Allah melainkan orang yang ikut agama Yahudi atau Nasrana. Ini orang Yahudi berkata. Kemudian Apabila uh, orang Islam yang Islam berkata tidak ada agama kecuali Islam. Kitab kami ngapus setiap kitab. Nabi kami adalah penutup para nabi. Habis. Kemudian mereka berkata kalian dan kami berintah untuk mengiman kitab kalian dan mengamalkan kitab kami. Maka Allah memutuskan hal itu dengan firman-Nya laisa biamanikum wala amani ahli kitab ثم أورن يهودي كتا لن يدخل الجنة إلا من دا سُورَةَ المائدة لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تا كما الله ملايين كان أوران يهودي أتابن أُورَنَ نصراني أوه أي تو أن أمريكا أوران ياللايم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أبو Yang lain berkata kita tak akan masuk syurga tak akan masuk neraka melainkan berapa hari? Tujuh hari sahaja. Kita masuk neraka tujuh hari sahaja kemudian kita akan kita akan keluar. Tapi kamu semua wahai umat Islam kekal di dalam neraka. Kita sekejap sahaja macam nak ziarah makan angin di dalam neraka tujuh hari. Ha. ha. Tapi kamu wahai umat Islam kekal di dalamnya. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan cerita ini tuan-tuan puan-puan. Allah berfirman, bukan. Tidak bagi amanimu, wala amani wala amani ahli kitab. Bahala daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah menurut angan-anganmu. Wahai umat Islam, yang kosong uh, angan-anganmu yang kosong yang tidak ada tidak ada kerja, tidak ada ibadah. Seorang dia nak oh saya nak jadi kaya. Nak jadi kaya, nak beli satu kereta yang Mewah, saya nak satu rumah yang besar Memang kita semua nak macam ni Kita semua nak Tapi tengok Tuan kerja tak? Ah, saya tak suka kerja Jangan suka kerja Nak jadi kaya Nak kereta besar, nak rumah besar tak. Tuan kerja apa? Ah, tak saya tak kerja Tak kerja, Kerja lah. Tak tak memang saya tak suka kerja Tak boleh kerja Tak boleh kerja tak? Tak jadi kaya Tak jadi kaya Maknanya mesti Ikhtiar أسه عمل عمل ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب دنيا دن. دنيا دن آخرة بالا بدا الله سبحانه وتعالى أي بو كان لهم منرو أنا مو ين دن أغنى أغنى أغنى. أهلي كتاب أهل كتاب يلا يهودي دن ولا أماني أهل الكتاب بلا الله من في كان دي دلام القرآن أهل الكتاب معناه اليهود واليهود اليهود والنصارى اليهود wan nasara Allah berfirman barang siapa yang mengerjakan kejahatan Jaya akan uh, diberi balasan dengan kejahatan itu buat baik Allah tak tak akan lupa uh, apa yang yang kamu buat kalau buat jahat juga uh, Allah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kama tadin tudan dibalaki ku amalan kamu apa yang kamu buat دب بلاتن دري بدأ الله سبحانه سبحانه وتعالى دن دب دري بدأ الله سبحانه وتعالى جنجران الله إتو توان توان فوان فوان إيكوت آه عملا كيتا عملا دن الذين آمنوا وعملوا صلاه عملا إتو توان توان فوان فوان ترباجي كبدا دوا باجيان بكن سهجا صلاة ما صدقة ينبايك صالح عملا صالح بقى كتا وهي أمة إسلام براء علماء كتا ترباقي كبادة دوا بهاقيان ترباقي كبادة دوا بهاقيان ظاهر دن باطن ظاهر دن باطن عمل جوارح دن عمل القلوب عمل الجوارح دن عمل القلوب ظاهر دن باطن يعني دي لهات كتا نمبا ملالوئي أنقوت أنقوت بدن إيتو عملا جوارح نماني عملا أنقوت صلاة كتا صلاة تقول كلو سأوران صلاة dia tak boleh cakap, tak boleh makan, tak boleh minum. Haji juga dia mesti melalui anggota badannya, zakat dan sebagainya. Ini zahir, dilihat, boleh nampak. Tapi yang lagi hebat juga, batin. Amalul qulub, amalan melalui hati. Itu yang lagi hebat. Tidak ada siapa yang yang boleh nampak malaikat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala contoh niat niat yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis saya yang kita semua hafal, al a'malu bin niyat." Sesungguhnya segala amalan dengan dengan niat. Dengan niat. Maknanya jika niat baik, niat ibarat asas amalan kita. Kalau niat baik, jangan risau atas amalan kamu. Atas kerja kamu. Jangan risau. Walaupun daniawi tuan-tuan puan-puan. Kalau seorang nak buat bisnes ke ataupun nak buat kerja dunia ke dan sebagainya. Kalau ada niat yang baik, jangan risau. Allah yang melihara kerjamu. Allah yang meliharanya. Kalau keluar dari badan rumah, bila keluar dari badan rumah dalam perjalanan. Atau belum naik kereta. Apakah niat tuan, puan? Bila keluar dari badan rumah untuk mencari rezeki. Kerana apa? Sahaja keluar masuk balik. Tak ada orang yang sentiasa melakukan amalan salih. Walaupun mereka tidur, sedang tidur. Tapi malaikat Allah tak berhenti untuk untuk menulis kebaikan untuk mereka. Sebab Allah menyebutkan di dalam ayat ini. Wa amilu salihat. Ada berapa orang tak berhenti langsung. Bagaimana tak berhenti langsung? Maknanya yang jaga amalan salih itu tak berhenti. Tulis, 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 tulis. Bagaimana? Dan juga yang buat di juga ada malaikat yang uh, yang menulisnya tak berhenti juga contoh orang sebelum tidur sebelum tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man tawadda qabla nawmihi arajat ruhuhu ila sama, fa sajada tahta al arsh hatta yaqum برansiapa yang berwuduk sebelum tidur ajaib tuan-tuan puan-puan kita semua tahu tidur itu satu perkara yang batalkan wuduk kan? Tidur satu perkara yang batalkan wuduk. Kalau seorang tidur, maknanya kemudian dia bangun kena ambil wuduk balik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, peran siapa yang berwuduk sebelum tidur ataupun dia tidur dalam keadaan suci wuduk." Apakah faedahnya? Tengok apa faedahnya tuan-tuan, puan-puan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rohnya akan naik ke atas." دو 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 دي عرش الله سبحانه وتعالى دن السجود برسجود يا بانون كالودية تيدور سوري كالودية وضوء سبلوم تيدور روح نية أكن برسجود دي عرش الله سبحانه وتعالى سينقد يا بان معنى نية دلهم كأدن إبادة إبادة إتو عمل صالح سجود تيد تيدور الله أعلم أبا ينديا نبأ دلهم تيدور تابي روح نية دي بوا هذي حكم بركاته أبدانهم في الفرش وأرواحهم في العرش بدأ بدن مريكا دي أتاس كاتل تابيرهم مريكا دي بوا عرش الله ها سيابك مريكا ساجر. أم بوضوء سبلوم سبلوم تيدور معنى نيا كالو دي دالام كادان سجود دي دالام كادان إبادة كبادة الله سبحانه وتعالى إبادة إيتو عملا يان يعني. يان صالح ملائكة الله تليس انتو دي بحالة بلا دي بانون دي أُجب لا إله إلا الله الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإلى تروس دي الحمد لله بوكان تروس بيلديا يا تينو واس أب تينو برا بمسه قريبة واس أتاون ديا تلص برا باشريتة فيسبوك ناتينو برا بة أوراني ينسوق أُجب لا الحمد لله مسيه دوب دي دنيا فيسبوك تأكل لاري رم أي أوراني ينسوق اشريتة كموساملا تاد واس أبون ا Bila dia bangun dia ucap alhamdulillah, Allah berikan kepadanya pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seumpama orang yang melakukan ibadah setahun. Dia sahaja ucap alhamdulillah setelah dia bangun dari ibadah tidur. Amal saleh. Amal amal saleh. Malaikat Allah ta Allah Maha Adil tuan-tuan puan-puan. Dan terbalik juga. Seorang dia tidur, sudah berhenti. Tak tapi kejahatannya masih jalan jalan, jalan, jalan. Seperti mana ada sedekah jariah juga ada dosa jariah. Ada dosa jariah, sedekah jariah yang jalan walaupun dia sudah mati sebelum walaupun dia tidur tapi bahalanya jalan, tak berhenti. Ada dosa jariah juga. Walaupun dia tidur, walaupun dia sudah mati tapi jalan. Contoh seorang dia tidur. Tapi sebelum tidur dia buat satu cerita yang tak berapa elok di dalam Facebook. Contoh. Ini kejahatan. Tak baik dia uh, mengumpat seorang atau memeridahkan seorang atau membuka aib seorang atau membuat satu gambar yang tak elok dia sudah tidur orang tengok oh, oh ya hibanya ada ya, bercerita dari semua orang lah. dapat dosa seperti dosa mereka walaupun dia sudah tidur walaupun dia sudah tidur Allah alam mungkin dia sudah mati mungkin dia sudah mati tapi kejahatannya masih terus jalan ha. Laisa bi amaniikum wala amani alkitab man ya'mal ya su'an. Peran siapa yang melakukan kejahatan? Yujza Apa makna yujizabihi? Ha? Uh, peran siapa yang mengerjakan kejahatan akan diberi balasan dengan kejahatan itu. Ah. Ha. Su maknanya su satu sahaja. Satu. Su kalau satu pindaian haram yang tak baik Allah ma'adil apabila nama uh, melalui mulut ke atau melalui uh, tangan ke atau melalui kaki apa yang buat tunggulah ganjaran Allah Subhanahu wa taala atasnya baik inilah uh, amalan manusia amalan uh, melalui jawarih anggota-anggota badan dan melalui melalui hati dan boleh kita sentiasa berada di dalam keadaan uh, amal salih maknanya kalau tidur Uh, beramallah dengan adab-adab Nabi Muhammad SAW tidurlah atas cara Nabi Muhammad SAW bacalah zikir ambillah wuduk sebelum sebelum tidur masya Allah seakan akan kamu berada di dalam majlis ilmu seakan akan kamu berada di dalam tempat yang baik itu wamilu wa wamilu wa al-salihat dan uh, jauhlah daripada perkara yang jahat kadang-kadang uh, kita nampak satu perkara yang biasa tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besar. Ha, uh, khususnya di dalam internet, di dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam jangan menulis melainkan perkara yang dekat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebagai satu saksi yang baik untuk umur dunia dan dunia dan akhirah. Allah Maha Adil, Allah tahu, Allah nampak apa yang kita buat. Kadang-kadang kita lupa tapi Allah tak tak lupa tuan-tuan puan-puan. Baik. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سموا الله من جديد كان كيتا سما دري بدأ كلام أمريكا إن شاء الله تعالى دن سموا الله من جديد كان دي شرقة الله برسام النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمين اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله